نتكلم بقى في المفيد، وهدخل دايركت على القصه كلها ماشي ازاي. اولا انا هتكلم ربع ساعه تقريبا وهشرح لكم فكره الاي كوميرس وفكره الدروب شيبينج والورك شوب اللي انا عاملها دي بتتكلم على ايه بالظبط. فهي بس الموضوع مش هياخد اكتر من ربع ساعه، هشرح فيه كل حاجه. اولا انا اسمي وليد، مصري عايش في كندا بقالي يمكن اكتر من 10 سنين، وكنت شغال عادي زي اي حد، يعني 9 to 5 شغل، يعني شغال موظف في شركه. وبعدين من 5 سنين تقريبا اكتشفت موضوع الدروب شيبينج، اكتشفت موضوع الاي كوميرس وعملت واشتغلت فيه. طبعا قعدت فتره كبيره عشان اقدر اعمل فلوس وعشان اقدر يعني اسيب شغلي، بس خلاص الحقيقه عرفت اعمل ده، وبقالي اكتر من 5 سنين سايب شغلي. وده بقى ده بقى ماي فول تايم جوب، يعني زي ما انتم شايفين الشاشه قدامكم، يعني مثلا ده احد الستورز اللي انا عاملها، يعني انا عامل حوالي 118000 دولار بس بروفيت من ابريل لحد جولاي 3 شهور، وده احد من الستورز اللي انا عاملها. يعني طبعا هو قبل ما نتكلم ايه الشاشه اللي قدامكم دي وايه الكلام ده كله، اولا هو الاي كوميرس او دروب شيبينج. الاي كوميرس حاجات كتير جدا. الاي كوميرس دي ممكن تكون دروب شيبينج، ممكن تجارة، ممكن تكون فوركس، ممكن تكون ايا كان، اي تجاره اونلاين اسمها اي كوميرس. اوكي، لكن انا هتكلم في الورك شوب دي بالتحديد على الدروب شيبينج وماركتنج. ايه دروب شيبينج؟ الدروب شيبينج ان انت بتعمل ستور اونلاين، ستور اونلاين، ستور ده بتبيع فيه برودكت لا تملكها باتفاق مع السبلاير طبعا، والسبلايرز دول بنجيبهم من جوه بلاتفورم هتكلم فيها كمان شويه. المهم ان انت بتعمل ستور بتبيع فيه برودكت، بتعرضها اونلاين، وطبعا عن طريق ماركتنج استراتيجي انا هعلمها لكم في الورك شوب. هتبيع البرودكت دي، ولما بتبيع البرودكت بتدفع للسبلاير الاساسي فلوسه، وهو اللي بيعمل شيبك مش انت كمان. يعني انت ما بتاخدش البرودكت بفلوس خالص، انت بتعرضها عندك على السايت بتاعك فور فري بالاتفاق مع السبلاير، واول ما يجي لك سيل بتدفع الفلوس للسبلاير او للمورد اللي انت جايب منه برودكت، وبعدين هو بيعمل شيبينج وانت تاخد الفرق فيه. طبعا انت ما عندكش البرودكت ده فيزيكال، يعني مش ماسكه في ايدك، هو مجرد صوره على الستور بتاعك. اوكي، هنستخدم. فانا انا القصه ايه بقى؟ القصه ان انا زي ما قلت انا بقالي 5 سنين شغال في الاي كوميرس والدروب شيبينج. فانا بقالي 2 سنين تقريبا بعمل كوتشنج، وركشوب كوتشنج لناس في نورث امريكا، في سبيسيفيكلي في كندا وامريكا وبالانجلش مش بالعربي. بس قررت ان اعمل ده لمصر اخر 3 شهور او 4 شهور تقريبا، يعني فبدات فعلا معايا حوالي اكتر من 60 واحد معايا في الكوميونتي دلوقتي. فانا عامل حاجه شبه كوميونتي، مش عايز اسميها كورس لانها مش كورس ولا هي حتى وركشوب. هي عباره عن ايه؟ ان انا عامل سايت عليه فيديوز كتير جدا متسجله، وما زال حد مسجل في حاجات، في اكتر من 60 فيديو، وفي اكتر لسه بضيف شبه يوميا. يعني بشرح فيها كل حاجه من البدايه، منقسمه لجزئين. الجزء الاولاني هو الدروب شيبينج، ازاي تعمل ستور، وقصه كلها من الاول للنهايه، من البدايه للنهايه. والجزء الثاني الماركتنج، وهو الاهم. الماركتنج اللي هو عباره عن السوشيال ميديا ماركتنج عموما بقى، اللي هو فيري ادفانس ماركتنج سبيسيفيكلي فيسبوك، يعني موضوع فيري ادفانس. وانا قلت قبل كده اللي خد الكورس ده معايا وركز في الماركتنج هيفتح ماركتنج ايجنسي. انا عندي ماركتنج ايجنسي، يعني ممكن اوريها لكم، دي اسمها اي كوميرس ماتريكس. انا بعمل ماركتنج لناس، لشركات ثانيه و انديفيديوالز يعني عايزين يعملوا ماركتنج كامبينز، انا بعملها لهم. فانت ممكن تعمل ده لو انت خدت الماركتنج سكيلز موجوده في الكورس او في الكوميونتي. فانا ما بعملش كورس اللي هو تيجي تاخد عندي الكورس وتاخد اكسس على الويب سايت بتاعي وتتفرج على الليسنز وخلاص، لا. انا بعمل كوميونتي، كل الناس اللي معايا في الكورس كلهم، كلنا اعضاء في واتساب جروب وفيسبوك جروب واحد، بنعمل زوم ميتنج مع بعض كل اسبوع، انا معاهم على الواتساب 24 ساعه. هدفي من الكوميونتي دي ان انا عايز اخلي الناس في مصر تنجح، يعني مش بس موضوع فلوس. طبعا هو الشغل ودايما حتى اشرحها في الكورس، ان انت لازم يبقى عندك اكتر من انكم سورس، لازم يبقى عندك اكتر من مصدر دخل، يعني عشان تقدر تبقى عندك فلوس كتير او تبقى تحقق اللي انت عايزه، ما تعتمدش على مصدر دخل واحد. يعني انا عندي الستورز اللي بعملها، وعندي ماركتنج ايجنسي، وعندي كوتشنج اللي بعمله في نورث امريكا واللي في مصر، فلازم يبقى عندك اكتر من انكم ستريم، يعني وده اللي بعمله فعلا وده انا شرحه. فهدفي من الكوميونتي دي ان انا عايز اخلي الناس في مصر تنجح، اخلي الشباب اللي هم بيدوروا على شغل ومتخيلين ان النجاح
ان اروح اشتغل في بنك ولا اشتغل في شركه اتصالات ولا الكلام الفارغ ده كله، ده مش حقيقي. انت بتاخد ملاليم وبتتعب على الفاضي. انت ممكن بربع المجهود اللي بتعمله ده تعمل فلوس اكتر من اللي بتعملها في الشهر، في السنه تعملها في شهر. طبعا هو الموضوع مش بس النولج دروب شيبينج واي كوميرس ومواكت بس، لا الموضوع فيه حاجات كتير انا شرحها حتى في الكورس، حاجات سايكولوجي، ازاي تغير المورنينج روتين بتاعك، ازاي تعمل مديتيشن، ازاي تجذب الاشياء ليك، اشياء كويسه ليك عن طريق الباور وعن طريق الانرجي وعن طريق الباور اوف اتراكشن، حاجات كتير انا شرحها في الكورس، لان هو ده برضه حاجه ساعدتني. مش بس ان انا بعرف اعمل ماركتنج كويس، او انا لا مش دي الحقيقه، في حاجات كتير جدا انا شرحها في الكورس يعني او في الكوميونتي. فزي ما قلت اللي هتاخده من الكوميونتي دي ان انت هتتعلم فروم اي تو زي يعني ايه دروب شيبينج. مش بس كده، هعلمك من البدايه خالص ازاي تختار يور اون برودكتس، ازاي تتعامل مع السبلايرز، ازاي تعمل ديزاين للستور بتاعك. مش محتاج اي حد عنده اكسبيرينس في ديزايننج ستورز ولا اونلاين ولا اي حاجه خالص. هنستلم حاجه اسمها شوبيفاي دي ديزايننج ستورز فيها دراج اند دروب. مش محتاج اي حد عنده اي اكسبيرينس باي حاجه، ولا عايز حد عنده اكسبيرينس مثلا بالجرافيك ديزايننج ولا بالويب ديزايننج ولا بالبروجرامينج ولا الهوا خالص. كل حاجه عليها لكم سكراتش وفيري ايزي. فاول ما تجوين الكوميونتي بتاعتنا هتتفرج على الكورسز بتاعتنا، اول فيديوهات هتعلمك ازاي تكريت الستور من البدايه خالص، ازاي تعمله ديزايننج، ازاي تجيب البرودكت من فين، السبلايرز ازاي توصل له. طبعا توصل للسبلاير وتضيف البرودكت للسبلاير للستور بتاعك ما تاخدش دقائق يعني. موضوع فيري ايزي، كل حاجه عن طريق شوبيفاي. وبعد كده ازاي هنتكلم بقى على الدروب شيبينج موديول، وازاي هنعمل تيستينج للبرودكت، وازاي نعمل سكيلينج. قصه الماركتنج دي قصه كبيره جدا فيها اكتر يعني. انت لو شفتكم وريتكم ده الويب سايت اللي فيه الكورس نفسه، فلو وريتكم مثلا الكورس نفسه هتلاقوا قد ايه الفيسبوك ماركتنج هو اكتر كونتنت يعني الفيسبوك حتى الان بس تقريبا خدتوا بالكم معايا هنا، هتلاقوا تقريبا 21 لسن لحد دلوقتي يعني. وكل لسه حوالي ساعه تقريبا، ممكن يعني تلت ساعه ونص يعني، كميه كبيره جدا ولسه بضيف فيه، لان الفيسبوك ماركتنج موضوع كبير يعني. الناس متخيله ان الفيسبوك ماركتنج ده ان انا اعمل شير وعلى الجروب او كومنتس، ومفيش حاجه اسمها كده خالص. ان بنعمل حاجه اسمها بيزنس مانجر يعني موضوع كبير جدا. موضوع فيسبوك ماركتنج موضوع كبير جدا، ودايما اقول الفيسبوك ده يا جماعه ده ماني ماشين. الفيسبوك ده ماني ماشين. اي حد عنده فيسبوك، انت عندك على اللابتوب بتاعك او عندك على التليفون بتاعك ماكينه بتجيب فلوس، بس لما تعرف تستخدمها صح يعني. فاللي انا شرحه اللي هشرحه لكم في الفيسبوك ماركتنج هيخليك حتى مش بس تعمل دروب شيبنج سكسسفولي يعني، تعمل ستور ناجحه وتعرف تعمل ماركتنج، لا انت هتعرف ازاي تعمل حتى ماركتنج لاي حاجه. ازاي تعرف تعمل ماركتنج لنفسك، لو انت عندك مثلا جيفت معين بتعرف تبيع حاجه معينه، اي حاجه هتعرف باختصار يعني. ممكن تبيع المايه في ازايز على الفيسبوك بمنتهى السهوله، انك تعرف تعمل رايت اودينس وازاي تجيب لوك لايك. الموضوع كبير بس هو يعني مش متخيلين قد ايه مربح يعني. خلصنا الفيسبوك طبعا معاكم بقى واحده بواحده حتى في اختيار اسم الدومين يعني. حتى لسه بتدخل معايا الكورس او الكوميونتي، اللي عايز يختار اسم الدومين انا لازم اساعده اسم الدومين، اللي هو الدومين مثلا اسمك الدومين زي جوجل مثلا، زي فيسبوك الدومين نيم، لازم الصور بتاعك يبقى ليك اسم يعني. معاكم في اختيار اسم الدومين طبعا، كله مشروح في الكورس، بس انا حتى الناس اللي معايا بقول لهم على الواتساب ابعتوا لي الاسماء اللي انتوا حابينها وانا اقول لكم ايه الاحسن يعني. الحاجه الثانيه بديكوا كل واحد بيجوين معايا بدي له 5 برودكت تيستد انا جربتهم او مش جربتهم يعني. انا مر بالفيسز انا شرحها في الكورس، بس برضو حاجه دي بونص يعني تشتغلوا بيها. طبعا الواتساب جروب والفيسبوك جروب دول لايف تايم اكسس، دول لوحديهم برايسلس يعني. الناس مش متخيلين كميه المعلومات اللي موجوده على الواتساب جروب من الناس القدام والجداد مع بعض بيساعدوا بعض ازاي. حاجه بقت رائعه يعني.
طبعا بنقول زي ما قلت بنعمل احنا بنعمل كل خميس تقريبا كل يوم خميس 8 بالليل بالظبط توقيت مصر بنعمل ميتنجز نقعد ساعه تقريبا بنتكلم في كل حاجه بنشرح لو حد عنده اسئله لو في حاجه لو في اي تشالنج او حاجات حتى حاجات بيرسونال طبعا زي ما قلنا الستور سيت اب بالكامل بيمنت جيت اواي بالكامل اللي هي الطريقه اللي الناس هتدفع عندك تدفع على الستور بتاعك سواء كانت سترايب او باي بال مشروحه بالكامل ازاي تعمل البيمنت جيت اوايز فول برودكت ريسيرش ازاي تعمل ازاي تعرف تدور على البرودكت الناجحه ازاي تعرف تكونتاكت السبلاير ازاي تعرف دي برودكت على الستور بتاعك طبعا قلنا الماركتنج كامل فيسبوك انستغرام ايميل ماركتنج جوجل كامل كامبين ازاي تعمل ليستنج على جوجل ازاي تعمل جوجل كامبينز حتى يوتيوب كامبينز كل ده مشروع فزي ما قلت انا هحط لكم اللينك ده بتاع الويب سايت طبعا هو كورس تبع الكوميونتي تبعها ده بالكندي فهي مش انا عايش في كندا فهي الديفولت بتاعتي موجوده كندي بس هي بالامريكي 174 دولار امريكي فاعتقد مبلغ قليل جدا انا بعمل ده للنورث امريكان كورس حوالي 350 دولار فعشان عارف ان في مصر الموضوع العمله وكده فانا مخصص الموضوع ده فطبعا 174 دولار حوالي اكتر حوالي تقريبا 3000 جنيه فده ولا حاجه يعني بشوف كورسات في مصر ب 20000 جنيه فانا شايف ان الثمن ده فير جدا للسيرفيس اللي انا بقدمها يعني مش بقدم سيرفيس ان انت هتاخد مني كورس تتفرج على ليسنس وتروح انت هتبقى معايا 24 ساعه على الواتساب ومعاك شبه بيرسونال منتور يعني فانا حتى شايف ده مبلغ قليل جدا هقدمه بس انا عشان انا مش هدفي بس الفلوس اكتر ما انا هدفي انا عايز اجيب اكتر ناس ممكنه عشان اعلمهم النولج اللي انا وصلت لها يعني عايز افيد ولاد بلدي حقيقي بجد يعني فانا هعمل لكم اللينك ده هحط لكم اللينك ده على هيبقى موجود عندكم وهتلاقي تحت هنا موجود ده ايميلي وده الواتساب رقم بتاعي ضيفني على الواتساب في اي وقت عندك اي سؤال ضيفني عليه ده الفيسبوك بيج وده الفيسبوك جروب انا عامل الحقيقه تو فيسبوك جروبس واحد للناس اللي اشتركت في الكورس اوريدي طبعا ده مش حاطه هنا ده لبس اعضاء الكورس والتاني للناس اللي لسه عايزه تدخل الكورس ومسميه بري فيوتشر مليونيرز فانت ممكن تجوين الكورس ده الفيسبوك ده لو انت عايز وزي ما قلت الموضوع بسيط لما تيجي تشترك هتعمل اد تو كارت وبعدين تعمل تشيك اوت هيبقى عندك طريقتين للدفع طبعا انا هحط لكم هنا البرومو كود انا هعمل لكم برومو كود 10% ديسكاونت هحط لكم على بتاع في الديسكربشن طبعا هتدخل ايميلك والعنوان والكلام ده كله وعندك طريقتين للدفع يا اما تدفع بباي بال او بكريدت كارد يعني لو معاك باي بال اوكي ادفع معاكش باي بال ادفع بكريدت كارد ولو في حد يا جماعه ما عندوش باي بال وما عندوش كريدت كارد وعايز طريقه ثانيه للدفع مثلا زي تحويل بنكي او حاجه بس كلمني على الواتساب وانا هتراسق معاه وشوف ازاي نقدر نحلها بس الاسهل طبعا انك تدفع بالكريدت كارد وباي بال واول ما تخلص الكورس هيجي لي تدفع انت خلاص دفعت فلوس هيجي لي نوتيفيكيشن انت عملت كده وبرده يا ريت برده تبعت لي على الواتساب لان انا خلاص اشتريت الكورس عشان ادخلك على الواتساب جروب وتبدا تشتغل معانا بكميتي من اول ما تبتدي يعني بس هو ده اللي عايز اقوله دلوقتي وزي ما قلت لكم اتمنى اشوف كلكم معايا في الكوميونتي عايزينها تبقى مثلا 2000 3000 واحد الموضوع مش صعب يا جماعه الموضوع سهل جدا بس هو مش اقول ان هو جيت اتش ايزي يعني مش تبقى مليونير في 3 4 ايام غير ما تشتغل مش حاجه اسمها كده هتتعب هتشتغل بس الموضوع يستاهل بدل ما تتعب عشان تشتغل عند حد تدخل الحمام باذن وتقول له انا معلش النهارده تعبان مش عارف ايه لا انت اتعب لنفسك ابني يور امباير يعني هو ده الهدف اوكي وصدقوني مع الوقت لو اشتغلت في الاول 10 ساعات في اليوم و8 ساعات في اليوم و4 ساعات في اليوم مع الوقت ممكن تشتغل ساعه واحده في اليوم وتعمل اضعاف اللي بتعمله في الشركه العاديه اوكي اتمنى اشوفكم كلكم معايا في الكوميونتي وزي ما قلت احط اللينكات دي كلها اوكي باي باي